القراءة الإنجيلية من أعمال الرسل الفصل الثاني من الآية 29 حتى 47. وقال بطرس: أيها الرجال الأخوة، إنها يجوز أن يقال لكم جهارا أن أبانا داود مات ودفن وقبره عندنا إلى هذا اليوم، فذا كان نبيا وعلم أن الله أقسم له بيمين أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، فرأى من قبل وتكلم على قيامة المسيح بأنه لم تترك نفسه في الجحيم ولم يرى جسده فسادا، فيسوع هذا قد أقامه الله ونحن كلنا شهود له. فلما رفعه الله بيمينه أخذ من الآب الروح القدس الموعود به فأفاضه، وهو ما تبصرون أنتم الآن وتسمعون، لأن داود لم يصعد إلى السماء، وهو نفسه يقول: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتنالوا موهبة الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم وجميع الأباعد بقدر ما يدعو منهم الرب إلهنا. وبإقوال أخرى كثيرة شهد لهم ووعظهم قائلا: تخلصوا من هذا الجيل المعوج. فالذين قبلوا كلامه بارتياح اعتمدوا، فانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس، وكانوا مواظبين على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. ووقع خوف على كل نفس، وجرت عجائب وآيات كثيرة على أيدي الرسل، وكان جميع المؤمنين معا، وكان كل شيء مشتركا بينهم، وكانوا يبيعون أملاكهم وأمتعتهم ويوزعونها على الجميع على حسب حاجة كل واحد، ويلازمون الهيكل كل يوم بنفس واحدة، ويكسرون الخبز في البيوت، ويتناولون الطعام بابتهاج ونقاوة قلب، مسبحين الله ونائلين حظوة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم الذين يخلصون إلى الكنيسة، والتسبيح لله دائماً.